لم تستقطب قبرص أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين على مدار الأزمة، ومن وصل إليها لا يجد جهة حكومية أو دولية تقدم له الدعم. محمد الذي انشق قبل 4 أيام من إنهاء خدمته في المخابرات الجوية هرب إلى قبرص عبر البحر ليجد نفسه وقد أنفق كل ما جنى في أجرة منزل مع رفاق آخرين. أنه بحق لي ما حدا يعترضني من الأمن فقط لا غير، ما لا ما بحق لنا لا عمل لا في إعانات أو أي شيء إطلاقا من حقوق اللاجئ، عبارة بس أنه أنك مواطن نظامي في هالبلد. ويقول المقيمون السوريون في قبرص إن أوضاع مئات اللاجئين إليها لا تختلف كثيراً عن الأوضاع السيئة لأفراد الجالية السورية المقيمين في قبرص منذ عشرات السنوات، فشريحة واسعة منهم مقيمة من دون أوراق رسمية وتعمل بشكل يعد مخالفاً للقانون. أجوا عائلات وأجوا ضباط وأجوا عساكر مشقين، وأنا كنت على علم فيهم كلياتهم، وأنا من الناس اللي ساعدتهم، وفي كثير على مساعدتهم، ومن رجعوا لورا على بلد على سوريا للظروف اللي موجوده هون في قبرص، ومن لا يزال موجودين. وضعنا الان يعني كان اول كثير جيد ممتاز، يعني ممتاز جدا، بس هلا كمان الوضع كمان هنا شوي الامور الاقتصاديه يعني شوي فيها يعني ضعف. انا بس من خلال يعني مشاهداتي معا ومن خلال لقائي معا، الكل يتمنى لو انه انتهت الازمه في سوريا غادروا يعني فورا إلى سوريا. غلاء تكاليف الحياة في المدن القبرصية التي شهدت أزمة مالية حادة يعده السوريون بين أسباب عزوفهم عن اللجوء إليها. لا تبدي السلطات القبرصية موقفا واضحا من الأزمة في سوريا، وهذا ربما يفسر سياستها حيال اللاجئين السوريين خلافا للوضع في مختلف الدول المجاورة. من ليما سول، شيرين يونس، سكاي نيوز.